السلام عليكم ومساء الخير لجميع المستمعين. في البداية يتوجب علينا تقديم وافر الاحترام إلى السكان الأصليين للأرض التي نحيا عليها هنا بسيدني، كل شيوخهم ممن قدوا نحبهم ومن لا زالوا على قيد الحياة، إذ نود إظهار احترامنا وتقديرنا لهم جميعا. مرحبا بكم جميعا. هذا المنتدى مقدم من طرف ويستن سيدني لموارد المهاجرين بشراكة مع المركز مع البرنامج الصحي صحتك ثورتك. المنتدى سيتكون من فقرتين. أول فقرة حيكون فيها محاضرة مع الدكتور يوسف لالو، حيحكي فيها عن الحجر المنزلي وتأثيره على الأسرة، تأثير الحجر المنزلي على ترك العمل، دور الإعلام في هذه الفترة من الناحية الإيجابية والسلبية، وآخر شيء هو ثقافة زمن كورونا. أما في النصف الساعة الأخيرة فستكون فقرة الأسئلة والأجوبة مع الدكتور يوسف. بالنسبة لمتتبعينا من خلال تطبيق الزوم، اللي بيحب يخلي سؤال فالمرجو ترك الأسئلة في خانة Q&A بالأسفل، موجود رمز مكتوب عليه Q&A، المرجو ترك الأسئلة هناك. أما بالنسبة اللي بده يسأل سؤال مباشرة خلال النصف الساعة الأخيرة ففي رمز مكتوب عليه raise hand، رفع اليد، بس حط الرمز وإحنا بنشيل المايك تبعك وفيك تسأل السؤال مباشرة. أما بالنسبة اللي بعتوا الأسئلة تبعهم عبر الإيميل من قبل فالمرجو عدم إعادة نفس الأسئلة هنا. بالنسبة اللي بيستعمل الهاتف فللأسف ما في عندك هالتقنيات. أما لمتتبعينا من خلال الفيسبوك فالمرجو ترك الأسئلة من خلال التعليقات. إذا صار أي لسبب من الأسباب تم انقطاع البث فالمرجو الالتحاق بنا من خلال نفس الرابط. شكرا لكم وأتمنى لكم محاضرة قيمة، وحترككم مع الدكتور رمزي البرنوتي المسؤول عن برنامج صحتك ثورتك، قبل ما ننتقل إلى الدكتور يوسف لالو. تفضل دكتور رمزي. مساء الخير. مساء الخير أعزائنا المشاهدين والمستمعين. شكرا نادي بوشتي على هذه المقدمة وعلى تنظيمك الفني والإداري، والشكر أيضا للأخت راشيل. ندوتنا اليوم بعنوان انعكاسات الحجر المنزلي على الحياة العائلية، وفي هذه الندوة يستمر برنامج صحتك ثروتك الصحي الاجتماعي متعاونا مع مركز موارد المهاجرين في غرب سيدني بقيادة السيد كمال دبوسي، الشكر له ولمؤسسته. كانت الندوة الأولى عبر الإنترنت بعنوان وباء فيروس كورونا المستجد ومخاطره. اليوم نقدم شيء له علاقة بالفيروس، انعكاسات الحجر المنزلي على الحياة العائلية. يقدمها اليوم صديقنا ودكتور يوسف لالو المشهور في المجتمع مالنا، وهو عنده دكتوراه في علم النفس التكويني وعنده كتب وعنده محاضرات، ومحاضراته في سيدني كثيرة جدا. طبعا خليك بالبيت شعار ارتبط بجائحة كورونا، خليك بالبيت وابتعد مجبرا عن الأهل والأصدقاء، خليك بالبيت وتعايش مع من يسكن معك، جميعها عوامل يمكن أن تسبب ضغوط نفسية سلبية. فهل نستطيع تقليص هذه الآثار النفسية ونتفادى المشاكل التي تسللت إلى حياتنا اليومية؟ لا، بل هل نستطيع استغلال الحجز المنزلي بشعار رب ضارة نافعة، وبالتالي نستطيع استغلال فترة الحجز لتحقيق أعمال كنا نعتقد أن لا وقت لدينا لإنجازها؟ هذا ما سنسمعه ونشاهده من ضيف الندوة الصحية دكتور يوسف لالو. دكتور يوسف تفضل. شكرا جزيلا. أود ابتداء أن أشكر الدعوة الكريمة المقدمة من مركز موارد المهاجرين غرب سيدني بالتعاون مع برنامج صحتك ثروتك. هذه الدعوة تتيح لي الفرصة أن أدلي بدلوي وأسهم في هذا الموضوع الحيوي الذي يمس حياة المواطنين، فشكرا جزيلا. أيضا أود أن أرحب بالسيدات والسادة من المتابعين الكرام
وأقول لهم أسعدتم مساء. موضوعي راح يتناول الفقرات الآتية الحقيقة الأربعة، أبدي بمقدمة بسيطة ثم الحجر الإجباري وتداعياته، بعدين تأثير الحجر على فقدان العمل والإعلام وتأثيره على الحالة النفسية، وأتكلم أيضا عن موضوع أنا أسميته ثقافة زمن كورونا. أبدأ حديثي بالتذكير بعبارة انتهى منها الدكتور رمزي وهي stay home. حقيقة يعجبني أأكد وأركز وأذكر خليك في البيت، لأن هذا الفعل فيه فائدتين كبيرتين، أرجو أن تنتبهوا لي ماذا أقول. أولا، البقاء في البيت يوفر الوقاية والحصانة والتمنع مناعة لأسرتك من الإصابة بهذا الفيروس، لأن هذا الفيروس كما نعلم لا ينتقل في الهواء ولا يدخل من الباب ولا يدخل من الشباك، وإنما ينتقل عن طريق التلامس. إذن إذا بقيت في البيت فأنت محمي حماية كاملة. هذه فائدة الأولى. الفائدة الثانية، ببقائك في البيت تسهم مع الدولة في مجهودها الوطني للتقليل من انتشار هذا الفيروس، فالدولة أوقفت كل المفاصل المهمة في الحياة لحماية الإنسان. إذن أنت ببقائك في البيت سوف تساعد الدولة، تعاون الدولة في مجهودها للقضاء على هذه الجائحة، جائحة كورونا. وفي الأخير إذا أتيحت للفرصة أقرأ أبيات من الشعر لعنتر بن شداد يخاطب عبلة لكي تبقى في البيت، حتى تعرفون قيمة وأهمية هذه النقطة. اسمحوا لي الآن نبدأ بمقدمة بسيطة الحقيقة عن الأسرة. الأسرة أصغر مؤسسة اجتماعية وتشكل لبنة طابوقة أساسية في بناء المجتمع. فإذا كانت هذه اللبنات، هذه الطابوقات قوية صليدة متينة، كان المجتمع كذلك قويا. وإذا كانت هذه اللبنات ضعيفة مفككة، انعكس هذا الأمر أيضا على البناء الاجتماعي ككل. أردت من هذا القول البسيط حقيقة أن أؤسس لهذا الربط الجدلي بين الأسرة والمجتمع لكي ينسجم مع العنوان الذي طرحناه عليكم والذي يشمل الأسرة والمجتمع. فما يصيب الأسرة ينعكس على المجتمع، وما يصيب المجتمع ينعكس على الأسرة. أيضا أريد أوضح شوية عن هذه المؤسسة البسيطة الأسرة. تحكم هذه الأسرة ضوابط وعلاقات وأنساق قيمية، value systems. وقد تتعرض هذه الأسرة، هذه المؤسسة الصغيرة، لمشاكل شأنها شأن أي مؤسسة اجتماعية أخرى، فتضطرب منظومة العلاقات التي تحكم الأسرة. طبعا قد يكون مصدر هذه المشاكل داخليا بسبب سوء الفهم بين أفراد الأسرة وعدم الانسجام، وقد يكون مصدر هذه المشاكل خارجيا كما في حالة الكوارث والمشاكل والأزمات، زلازل، براكين، حروب، مجاعات، تسونامي، أوبئة، كما نعيش حالة الفيروس كورونا. فالأسرة إذن كمؤسسة اجتماعية صغيرة تتأثر بالاهتزازات والارتجاجات والمشاكل التي تحصل في المجتمع الكبير الذي يحتضنها، كأن تكون هذه المشاكل صحية أو اقتصادية أو أمنية أو سياسية. نأتي إلى الحجر الإجباري أو الحجز الإجباري أو الحجر المنزلي، تسميات كثيرة الحقيقة. يجمع الأخصائيون عن الصحة النفسية أن الحجر الصحي أو الحجر المنزلي المفروض الآن على أكثر من مليار شخص حول العالم بسبب جائحة كورونا ليس أمرا سهلا ولا موضوعا يستهان به، إذ أنه إجراء استثنائي وغير مسبوق، مقيد للحريات الفردية حتى في الدول الديمقراطية. وهذا الوضع يتسبب بمشاكل نفسية للعديد من الأشخاص، خاصة
الذين يفشلون في التعاطي بشكل إيجابي مع هذا الظرف، خاصة من هم في وضعية نفسية هشة، فهم أكثر تعرضاً للإصابة بالأزمات النفسية بسبب الوضع من غيرهم من الذين لديهم حصانة نفسية، لديهم رصانة نفسية، الذين قد يواجهون الموقف بشكل إيجابي. وأيضاً حديثاً الآن نشطت مراكز البحوث ومنها مركز الدراسات البريطاني يذكر أن الحجر الصحي عموماً هو تجربة غير مرضية، كما يقول الشاعر: إذا لم يكن غير الأسنة مرقداً فما الحيلة مضطراً غير ركوبها. إذن يجب أن نتحمل هذا الحجر لأن الموت ينتظرنا خارج المنزل. فيؤكد هذا المركز أن الحجر المنزلي هو تجربة غير مرضية غير مريحة بالنسبة لمن يخضعون لها، ويعتبر العزل عن الأهل والأحباب وفقدان الحرية، هذه كلها عوامل يمكن أن تتسبب في حالات مأساوية. فالحجر الذي فرض على الجميع أحدث تغيرا اجتماعيا هائلا في حياة الأسرة وفي طقوسها وفي نظامها اليومي. تعالوا نتصور الواقع. قبل الحجر كان جميع أفراد الأسرة أو معظمهم يخرجون من المنزل صباحا إلى أعمالهم ومهامهم. قد يبقى المنزل فارغ وقد يبقى فيه المرأة ربما أو المرأة والرجل، والبقية كلهم يغادرون المنزل. بعد الحجر المنزلي الجميع متواجدون في المنزل في البيت طيلة ساعات النهار تقريبا. هذه الصورة اللي رسمتها بالتأكيد لها تداعيات. قبل أن أتناول التداعيات السلبية الحقيقة، أيضا أقول هذا الحجر المنزلي له تداعيات إيجابية، له نتائج إيجابية. ما من باب كنا نتمنى أن يأتي الوباء لنحصل على هذه النتائج الإيجابية، ولكن من باب رب ضارة نافعة، أي نحاول أن نستخرج الإيجابيات من أعماق السلبيات، من بطن السلبيات. وأتطرق إلى بعض حقيقة من هذه الإيجابيات. حقيقة المكوث في البيت والبقاء في البيت هو فرصة للعودة إلى الذات والعودة إلى العائلة ومراجعة الكثير من حسابات الحياة ومجرياتها. أيضا هو فرصة لاستعادة طقوس الحياة العائلية الجميلة، اللقاءات الحميمية على مائدة الطعام. ترى هذا ما يتحقق في الأحوال الاعتيادية، لأن كل واحد يجي في زمن في وقت مختلف يتناول طعام الغداء. الآن بسبب كورونا أصبحوا يجتمعون جميعا حول مائدة الطعام في وجبة أو وجبتين، وما يتخلل هذا اللقاء من أحاديث مجدية وحميمية كما أسميتها. أيضا هو فرصة لمعرفة صبر الأم في إعداد الطعام والتعاون معها في مفردات الحياة المنزلية، المطبخ، التنظيف، الغسل. أيضا هو فرصة لمعرفة قيمة النهوض مبكرا بهمة ونشاط والالتحاق بالعمل لخدمة والمساهمة في عجلة الحياة. أيضا أمام أزمة فيروس كورونا تساوى الفقير مع الغني، والقوي مع الضعيف، والكبير مع الصغير. فرصة عرفتنا حقيقة هذا الإنسان الذي يتجبر ويتكبر، اسمع يا إنسان، ويهدد بالشر ويسعى ليحول ساحة الكرة الأرضية إلى حروب وقتل ودماء ودمار. كم هو ضعيف هذا الإنسان الذي اختبأ في منزله خوفا من فيروس لا يرى بالعين المجردة ولا يعتبر ضمن الكائنات الحية. أردت أن أقول، وهذه خلاصة كلامي، فيروس كورونا رسالة إلى البشرية. هل يمكن أن نستنبط منها الدروس والعبر؟ أعتقد يبقى هذا السؤال مفتوح للجميع. أما سلبيات الحجر الإجباري، تعالوا نتصور كل أفراد الأسرة محصورين في البيت تحت ضغوط وتوتر وقلق من الإصابة بفيروس كورونا. إذن هذا الضغط والتوتر والقلق يكفي أن يكون الإنسان مشدود، مهيئ لردود أفعال قد تكون سلبية. طلبة الجامعة يحتاجون إلى متابعة دروسهم عن طريق أونلاين. بعض
أفراد العائلة من الموظفين أيضا يتابعون أعمالهم في مؤسساتهم ودوائرهم عن طريق الأونلاين. الأطفال يريدون متابعة أفلام الكارتون وضجيجهم وحركتهم، والطفل طبيعيا يجب أن ينشط ويتحرك في البيت، ما ممكن نشده ونقيد الطفل. الأم تحتاج إلى عمل المنزل، غسل المواعين، تشغيل بعض الآلات في المطبخ للثرم وغيرها قد تسبب أصوات. فإذا تصوروا ما الذي يمكن أن يحدث في المنزل مع تقاطع أو تصادم الرغبات، فهذه الصورة يمكن أن تكون سبباً لإثارة المشاكل والتوترات، خاصة أقول خاصة إذا كانت العلاقات في الأسرة سابقاً ليست كما يرام ولم يسودها التفاهم. وأعتقد أحد الأسئلة جاء بهذا الصدد، وراح أوسع الحديث عنه أثناء الإجابة. هذا إذا أضفنا عامل آخر لا قد لا يكون في الحسبان حقيقة، أن الأسرة المهاجرة لا زالت تحت وطأة التكيف والتأقلم مع ظروف البلد الجديد، وهذا قد يضيف مشكلة أخرى. يعني هي لا زالت تتكيف تتأقلم تتوافق مع ظروف الحياة الجديدة، وجاءتها كورونا لكي تدفعها. إذا من جانب آخر لنتصور دورة حياة الفرد في البيت عفوا مطبخ أكل هول لمشاهدة التلفزيون ويرجع ينام مرة أخرى، وهكذا دورة حياة ضيقة جدا. الإنسان يبقى في دوامة وهي دوامة مزعجة. أيضا قبل أن أغادر هذه النقطة لابد أن أطرح، يعني يجب أن يجد الإنسان لنفسه أنشطة تشغل جزء من هذا الوقت الطويل، وقت لدعم أنشطة الأطفال. يعني خلينا نعطيهم حقهم، هذول الناس يعني بعهدتنا تربيتهم، نساعدهم في دروسهم وإنجاز الواجبات، الاستفادة من الدفء العائلي ومن هذا القرب المسافة الاجتماعية القريبة حقيقة، أنشطة ترفيهية، فرصة لممارسة الرياضة في البيت في الحديقة، العمل في حديقة المنزل. حقيقة هذه كلها ممكن الإنسان أنشطة أن يجدها لنفسه لكي يطرد هذا الانزعاج وهذا الملل. النقطة الثانية تأثير ترك العمل، تأثير الحجر الصحي على ترك العمل. بعض الأفراد الحقيقة في هذه الفترة فقدوا أعمالهم، من يعمل في مطعم، من يعمل في نادي، في كوفي شوب، مقهى صغير، سائق تاكسي، وكثير من الأعمال اللي تعتمد على الكسب اليومي واجهت معاناة اقتصادية كبيرة. وأحد المعالجين النفسيين، وهذا قوله، يقول إن الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم في مثل هذه الظروف قد يتعرضون لصعوبات مادية خطيرة يمكن أن تسبب مشاكل نفسية حادة. إذن هذا قد يحصل للبعض بسبب فقدان العمل. هنا أرجو أن لا أنسى، تجدر الإشارة إلى مبادرة الدولة الأسترالية وبسرعة لتقديم دعم ومعونة لهؤلاء الذين فقدوا أعمالهم أو تقلصت فترة عملهم ومما خفف العبء عنهم، ولكن أقول لم يحل المشكلة كاملة، يعني بقت معاناة، ربما هذا المبلغ قد لا يكفيهم. لكن في كل الأحوال أقول فقدان العمل أو تقليصه يمكن أن يؤثر على المستوى المعاشي ويضيف مزيدا من المعاناة والمشاكل للأسرة. نجي إلى الإعلام. حقيقة هذا الإعلام بحد ذاته يحتاج إلى محاضرة كاملة في تقديري، ولكن أحاول أن أوجز. أتكلم عن الإعلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، نشط الإعلام بكل وسائله بنقل أخبار فيروس كورونا بصورة مقلقة بين قوسين مبالغ فيها، فكان ينقل عن الفيروس خصائصه، ماذا يعمل، كيف ينتقل، تأثيراته على أجسامنا، كيف تعمل الخلية حينما تدخل، يعمل الفيروس حينما يدخل الخلية لكي يستقر فيها. أنا لا أشكك أبدا، فقد يكون الهدف الواضح والمعلن تثقيفي توجيهي تعليمي، وهذا تشكر عليه وسائل الإعلام. ولكن هناك في تقديري كما أقراه كسايكولوجيست، هناك هدف مخفي أو مضمر،
استلاب العقل، يعني هذه وسائل الإعلام تحاول أن تستلب العقل والوقت وأن نبقى أسرى لهذه الأخبار ولا نستطيع الإفلات والهرب من هذه الدوامة من الأخبار، أن نبقى طول الوقت خائفين فزعين مرعوبين لئلا يصيبنا الفيروس، ويبقى هذا الشك والقلق يأكلنا من الداخل ويستحوذ علينا، وبالتأكيد أي حالة نفسية تؤثر على الحالة الجسمية وتؤثر أيضا على موضوع المناعة الجسمية. هذه نقطة. إذن وسائل الإعلام تبث أشياء معينة مركزة عن فيروس كورونا. النقطة الثانية سميتها الفوضى الإعلامية. كنا نسمع من هذه الوسائل أن المضمضة بالماء والملح يقتل الفيروس، آخر يقول لا. كنا نسمع شرب الماء باستمرار يدفع الفيروس من الزردوم إلى المعدة في بداية دخوله الجسم إلى المعدة والمعدة تسحقه، آخر يقول لا هذه فرية هذه سذاجة، آخر يقول تناول فواكه وفيتامين سي، وآخر ينفي. هناك من يشجع على الكمامات التي تمنع انتقال الفيروس، وهناك من يقول لا مسامة الكمامة 3 أضعاف حجم الفيروس، فثلاث فيروسات يمكن أن يدخلوا من مسامة واحدة للكمامة. الحقيقة يعني هذه فيما يتعلق باكتشاف العلاج الفاكسين أو اللقاح، أيضا صدعونا بأخبار متناقضة ومتضاربة. هناك من قال إذا اكتشف اللقاح الآن يحتاج إلى 1.5 أو 2 سنين لتجربته، قسم آخر يقول اكتشف اللقاح هذا الأسبوع وسوف يجرب، آخر يقول اكتشف اللقاح وسوف يجرب وينزل إلى الأسواق ويسمون شركات معينة. الحقيقة فيما يتعلق بالفيروس وبقائه وانتقاله وتأثير الحرارة عليه أيضا اختلافات وتقاطعات وتناقضات لها بداية وليس لها نهاية. إذن هناك اختلافات وتناقضات بنوعية التوجيه ونوعية الخطورة. حقيقة من هذه الأمثلة قصدتها أنا أريد أن أبين مدى فجاجة وضحالة بعض الأطروحات من وسائل الإعلام وحتى وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستغرام وغيرها من هذه. إذن هذه الفوضى الإعلامية، هذه الخلاصة اللي أطلع بيها، هذه الفوضى الإعلامية أقرأ فيها شكوك وغرضية وقصدية ومرامي بعيدة المدى لا يعلم عمقها إلا المصممون لها. هذه التناقضات زادت الناس قلقا واضطرابا وتوترا، وتعتبر الأخبار الزائفة عادة غذاء لنمو القلق عند الإنسان. فإذا صار عندنا، إذا هذه الورقة واضحة ما أعرف، صار عندنا 3 أشياء: وسائل إعلام تعلن فوضى في هذه الوسائل، ومتلقي مدمن على هذه الوسائل. إذا كملت الدائرة، ربطت الحقيقة، وهذه يخلي الإنسان في دوامة الإعلام. فقط دكتور يوسف، سوري على المقاطعة. بالنسبة للورقة اللي فرجت هلا، احنا بعد ما نخلص الويبنار حنبعت ريسورسز وحنبعت خلاصة للي حكيناها اليوم. والنصائح اللي عطيتها، وكمان فينا نضيف هيدي كمان على الإيميل. شكرا، سوري على المقاطعة. الله. هنا ايضا قبل ان اغادر موضوع الإعلام، اسمحوا لي نوجه رسالة. يعني الإنسان مو بس يطرح مشاكل، لازم اعرف كيف أوجه نحو الإيجابيات. أقول لا تصدقوا كل ما ينشر في الإعلام، مرتين كررتها، لا تصدقوا، لأن ولا تسهمون بنشره وإرساله للآخرين. حينما تسمع خبر يعني كاذب وترسله إلى الآخرين، ساهمت أنت بنشر هذا الخبر الكاذب، معناته أنت ساهمت بزيادة مساحة الفوضى ومساحة القلق والارتباك حول الموضوع. لأن بعض الإعلام الحقيقة يهدف إلى برمجة، اسمعوني زين، برمجة عقول البشر والسيطرة عليها. كيف؟ يكرر أخبار لا مصداقية لها أو مصداقيتها ضعيفة حتى يصدقها الناس، وتغيب وتجير عقولهم لحسابات أخرى. أكرر، لا تبيعوا عقولكم لحسابات أخرى، واحتفظوا بها لأنفسكم. النصيحة الثانية أو التوجيه الثاني، تابعوا الندوات العلمية الرصينة. نعم،
هناك ندوات علمية يقدمها متخصصون وتتحدث بناء على نتائج علمية تعتمد على أبحاث علمية وتجارب مختبرية. مثال ذلك الندوة السابقة لهذه المنظمة جائحة كورونا الحقيقة أيضا منظمة MRCP بالتعاون مع برنامج صحتك ثروتك، كنت أشوف ناس مهنيين علميين يتكلمون بموضوعية وهدوء ويعطون يعكسون الحقيقة كما هي. أيضا ابتعد عن الأخبار التي يكون مصدرها أفراد أو جهات غير معروفة. النقطة الأخيرة اللي راح أوجهها الحقيقة هي انتشار ثقافة كورونا، هذه تسميتي الخاصة، كون الأزمة عالمية فلا أستغرب أن تستحوذ على كل شيء في الحياة بما فيها الثقافة. فقد أحاطتنا ثقافة كورونا وغلفتنا من كل جانب، وشاعت في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي أغاني كثيرة الحقيقة، نكات حدث ولا حرج، تعليقات على الكورونا، مقاطع تمثيلية، مشاهد مسرحية، مواقف يومية، قصائد، وراح أقرأ لكم بعد قليل مثل ما ذكرت قصيدة جميلة للترفيه الحقيقة، كم بيت لعنتر بن شداد 2020، فضلا عن مؤتمرات صحفية وندوات علمية وأخبار. فالحقيقة كانت يعني ثقافة كورونا منتشرة في جميع الجوانب. هذه كلها أصبحت جزءا خلي أقول من الدوامة اليومية والهاجس اليومي الذي يعيشه الإنسان. من جانب آخر أريد أقول نقطة إيجابية بحق هذه الثقافة، عقل الإنسان الحي لا يتوقف أمام الأزمات، بل يبقى يتفاعل ويتواصل مع في الإبداع والعطاء بما يخدم مواجهة الأزمة والقضاء عليها. باقي لي ثلاث نقاط سريعة أمر عليها حقيقة. نقطة إيجابية أعتبرها في حالات الأزمات الشديدة والمهددة لحياة الإنسان، وحينما يكون الإنسان أعزلا عاجزا أمام المشكلة يلتجئ إلى الله، يلتجئ إلى الصلاة، إلى التعبد، إلى الممارسات الدينية، خاصة حينما أصبح غير مسموح للناس التجمع في دور العبادة في الكنائس أو المساجد. وهذا أعتقد أمر جيد أن بعض الناس يذكرون أن هناك قوة عظمى، الله هو الذي يلتجئون إليه. حتى في الكونغرس يمكن لاحظنا كلنا هناك كان صلاة خاصة في الكونغرس، يمكن هذا أمر غير مسبوق يعني حتى تنقذنا من جائحة كورونا. أيضا النقطة الأخرى أريد أقول بعض الناس صار عندهم ما أسميه فوبيا، بفوبيا النظافة أو فوبيا عدم النظافة، أوغلوا باستخدام المنظفات والمطهرات والمعقمات، قد يصل أحيانا إلى حد المبالغة، وهذا أقول يعكس حالة نفسية أقرب إلى المرضية منها إلى الحالة السليمة. أكو ظاهرة أخرى ظهرت في البداية حقيقة، اندفع البعض خاصة في الأيام الأولى لشراء وخزن واحتكار مواد غذائية ومعقمات وكلينكس، وهذه الظاهرة يمكن أن تدرج في خانة الفردية والأنانية، وأعتقد يعني بعدين انتهت يعني خلال أسبوعين ثلاثة أتذكر والرابع انتهت، الآن الناس تبضعهم مسألة اعتيادية. قبل أن أختم كما وعدتكم راح أقرأ جزء من قصيدة عنترة موديل 2020 يخاطب أبلة، يقول لها: إن البقاء في البيت أصبح واجبا، لا تخرجي يا عبلتي كي تسلمي، كوفيدو لا يدري بأنك عبلة وبأن عنترة فارس لم يهزمي، قد كنت قبل اليوم أهزم جحفلا، إن قيل عبلة في المخاطر ترتمي، واليوم ها أنا ماكث في غرفتي وبمفردي مثل البعير الأجدمي، الأجدم يعني المرير، ولقد ذكرتك والصحون مليئة، يظهر يغسل صحون يعني يعاون بالبيت، ولقد ذكرتك والصحون مليئة فولا وكأس الشاي يسكب في فمي، ووددت تغسيل الصحون لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. لاحظوا هذا الإبداع الجميل
يعني هذا القصيدة عنتر بن الشداد هي معلقة الحقيقة، عكست لكي تحكي كورونا، وضعية كورونا، ولكي تؤكد على الناس أن يبقون في البيت كخاتمة لهذه المحاضرة. وشكرا على الإنصات وعلى هذا الوقت اللي انطيتوني. شكرا دكتور يوسف على هذا الإبداع بالتفسير. طبعا الوقت مهما كان لا يكفي دكتور يوسف من يشرح. عندي تعليقين قبل ما نبدي ناخذ الأسئلة. في فيروس كورونا من ابتدأ لا أحد يعرف من ما هو، ما هي طريقة اختياره للعدوى، كيف نحافظ على نفسنا، وبالتالي استخدمت أساليب مختلفة وصار هياج غير طبيعي. حتى المؤسسات الصحية ما كانت تعرف. شوي شوي ابتدأنا نفتهم بعض القضايا، وبالتالي خف هذا الإشكال الإعلامي. الإعلام، الفوضى الإعلامية قسم منها إعلام، لأن الإعلام يريد يدور الإثارة، لأنه لا نعرف شيء عن الفيروس، اختلط علينا فلا نستطيع أن نصدق ولا نكذب. هون صار الإشكال. أتصور الآن الأمور كثير أوضح، وبالتالي نكون الآن منطقيا أكثر. الأشياء اللي كتبت بالإعلام، إحنا كتبنا قبل فترة، المؤسسة الصحية الأسترالية والـ WHO تحدثوا عن القضايا اللي هي غير صحيحة اللي موجودة بالإعلام بشكل نازك. عندنا أسئلة من الجماهير، فلنبتدي بالسؤال الأول. إذا كان السؤال يقول: هل كشف الحجر الصحي قوة العلاقات العائلية أو ضعفها؟ أريد أجاوب على هذا السؤال الحقيقة بمنطق رجوعي. العلاقة العائلية لم تبدأ في زمن كورونا، وإنما لها تاريخ 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، وهذه العلاقات قد تكون منسجمة وقد تكون متوترة حسب طبيعة المنظومة التي المنظومة العلائقية التي نسجتها العائلة عبر هذه السنوات. فحينما تكون العائلة مشدودة ومواقف، فإذا حينما تلتقي تكون مهيئة لردود أفعال سلبية. أما إذا كانت العائلة أصلا منسجمة ومتفاهمة بعلاقتها سابقا، راح ينعكس هذا الانسجام وهذا التفاهم حينما يجتمعون بسبب الحجر الصحي. فإذا هي ليست، وتعتمد، تختلف طبعا من عائلة إلى عائلة أخرى، خاصة العائلة اللي تستخدم العقلانية والمينتاليتي. بالتأكيد هذه تحاول أن تخفف، هي أزمة خارجية وتجي تخلق لها أزمة عائلية، فتحاول أن تخفف، وهذه يعني عين الفكرة وعين العقل حقيقة. الدكتور رمزي، بس بحب أضيف مدام سألت هالسؤال، أنه في عنا أخت ميسون كتبت بالأسئلة أنه كمان من سبب لأسباب من الأشياء اللي نتجت على الحجر المنزلي، مدام ذكرت العائلة، هو العنف المنزلي. فشو رأيك عليه دكتور؟ يعني شو بتحب تقول بهذا الموضوع؟ وبعدين حسلمك دكتور رمزي. صدقيني العنف المنزلي الدوميستيك هوم فايلنس دوميستيك، هذه يعني في تقديري أيضا له أسس سابقة. يعني الرجل الذي لم يضرب زوجته ما راح يضربها بالحجر المنزلي، تلاحظين شلون؟ ولربما قد تكون، أنا ما أريد أجزم، قد يكون هذا الظرف الصعب وضيق ضغط المعيشة وضغط الحياة الاقتصادية قد يكون سبب لأن تحدث بعض المشاكل، لكن العامل الأكبر المؤثر هو طبيعة العلاقات الاجتماعية المنسوجة في هذه العائلة، وطبيعة التفاهمات أو الانسجام، أو طبيعة التوترات والانشدادات. أحيانا الزوج والزوجة يكونون يعني حجة واحد على بعض، بس يريد يعني يمسك فد نقطة حتى يصطدم مع الزوج أو الزوجة، يعني الزوج مع الزوجة أو الزوجة مع الزوج. نعم
سؤال آخر، السائل يرجو التركيز على توعية الناس في اتباع الوقاية لنفسهم ولغيرهم، انت حكيتها بس هون شوية يزودها، يقول حتى لو كان عندك نزلة صدرية بسيطة أو إنفلونزا يرجى البقاء بالبيت حتى لا تصيب الأصدقاء. هذا يمكن شخص أخذ إنفلونزا من صاحبه يريد نصيحة منك. يعني يمكن هذا يكون أحد الدروس اللي تعلمناها من كورونا الحقيقة، فشيء جيد، ملاحظة جيدة. يمكن يعني الإنسان من انصاب بإنفلونزا يقعد بالبيت، ما يروح يختلط مع الأصدقاء ويوزع لهم هذه الإنفلونزا، يعني لأن هي إيذاء للآخرين. ففي تقديري هذا درس، أنه من تصير عندي إنفلونزا خلاص أقعد يومين ثلاثة بالبيت، أربعة أسبوع إلى أن تخف. وإحنا بعد تعودنا الحقيقة على دبغ جلدنا مثل ما نقول بالعراقي على البقاء بالبيت، وبالتالي يعني فرصة هذه أن فعلا يعني نحمي الآخرين من مرضنا أو نحمي نفسنا من الآخرين. أنا في سؤال راح أخلي للأخير. أحد الأشخاص يقول، وهذا مهم جدا أنت حكيت شوي عليه، اكتشفت من خلال هذه الفترة أني كنت كلش بعيد عن علاقتي بأولادي المراهقين 14 و16 سنة عمرهم. كان من الصعب جدا التحاور معهم أو قضاء وقت ممتع معهم. كل حواراتنا كانت تنتهي بخلافات، ولم يكونوا متجاوبين لا معي ولا مع أمهم. ما نصيحتك؟ حقيقة هذا الموضوع بحد ذاته يحتاج إلى محاضرة كاملة. ده تتكلم تسأل عن مرحلة خطيرة جدا من مراحل النمو، هي مرحلة المراهقة الحقيقة. وإذا الأب والأم ما يفهمون من هو المراهق، أعتقد راح يسيئون أو يفسدون التعامل مع المراهق. في تقديري هذه المسافة الاجتماعية الموجودة بين المراهقين وأهلهم هي مسافة صحية، سميها فجوة، جاب. هذه بسبب العمر الزمني، وبسبب النضج العقلي، وبسبب النضج الاجتماعي. فهذه الفجوة موجودة وعلى مصحة هي، لكن إذا هذه الفجوة ازدادت وتحولت إلى عداء، وتحولت إلى تشنج، وتحولت إلى يعني تبادل أخطاء واحد تجاه الآخر، أنا أعتقد حين ذاك تصبح حالة مرضية وتحتاج إلى علاج. أنا أقول يعني خلي الآباء يفهمون من هو المراهق، أعتقد نعطف عليه ونقترب منه أكثر ونحبه أكثر، لأن مرات نقيس الآخر بعقلنا، نقيس الآخر بمقاييسنا. لا، مقاييس المراهق وعقلية المراهق وفهم المراهق ليست بمقاييس وعقلية ونضج الآباء والأمهات. لذلك يجب أن نأخذ من عندنا، نشيل من عندنا مثل ما يقول، ونضع عليهم ونقدم يعني تقربات، تنازلات، ولتكن ابني هذا ليش لا، وبالتالي نردم هذه الفجوة. وأكو أشياء جميلة كثير بالمراهقين حقيقة. هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرة كاملة في تقديري علمية، أن نقرب صورة المراهق إلى الآباء والأمهات. دكتور، هناك مثل يقول إن كبر ابنك خاوي صادق. نعم، يعني انزل إلى عقله. نعم، وتعامل معه رقم واحد. ويجب أن نفهم أن المراهق بحد ذاته عند تحدي، عند عنف، عند، فإن لم نستوعب ذلك العائلة كلها تخسر. يعني مثل ما واحد يركض وتوقف وفجأة لا يمكن، شوي في واحد عنده مشكل مع طفل عمره 6 سنين يلعب بالبلاي ستيشن طول الوقت وما يقبل، يعني هل هذا إدمان؟ كيف التعامل معه بهالفترة؟ أيضا هذا الموضوع حقيقة يحتاج إلى محاضرة كاملة. يعني هذا الإدمان على التكنولوجيا الحديثة، هذه التكنولوجيا ساحرة، هذه التكنولوجيا مغرية، هذه التكنولوجيا مثيرة، وبالتالي حينما نضعها بيد هذا الطفل ويشوف عملها ونتاجها وينسجم ويندمج، وبالتالي هناك أضرار نفسية. طبعا بالمناسبة التوحد، الأوتيزم،
أحد أسبابه هو هذا الإيغال أو المبالغة في استخدام هذه التكنولوجيات. أيضا فقرات الرقبة، العيون، فقرات الظهر، يعني تقليص يعني النمو الجسمي ما يأخذ مداه، يعني يبقى ساعات طويلة هذا الطفل. لكن أنا أيضا خلوني وأنا أب أوقع اللوم على الآباء. ما الذي أوصل الطفل إلى حد الإدمان؟ تساهلنا، تمادينا، تماهلنا، سماحنا، مثل ما يقول تركنا الحبل على الغارب، لم نوجه، لم ننصح. أنا أعرف أمهات الحقيقة هنا بأستراليا قد برمجت وقت ابنها، أنت عندك يوميا نصف ساعة فقط استمتع بها زين، ويوم العطلة تنطي ساعة. هاي بعد ما يسوي واجباته بالأيام الاعتيادية تنطيله نص ساعة، ويوم العطلة تنطيله ساعة، وتطلعه إلى الحديقة إلى يلعب كرة ويا أبو إلى آخره زين، يركب بايسيكل. فالذي جعلنا نصل إلى هذا الحد هو الأب والأم. وبالتالي أقول تتعالج، هذه ليست صعبة أبدا، ولكن تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى إرادة، تحتاج إلى إصرار أن نكسر هذا الإدمان addiction. صعب يكون من وصل إلى هذه الحالة، ممكن يعارض، يبكي، يزعل الطفل، يضرب نفسه، ما يخالف، بس خلونا نبدي الخطوة الأولى وشوية شوية نبدي نبرمج، نقول له لا عندك باليوم كذا، بعدين نقلل الوقت إلى نبرمجه على نصف ساعة أعتقد كافية حتى ننقذ هذا الطفل. وأيضا يحتاج إلى محاضرة كاملة هذا الموضوع وعن التكنولوجيا وتأثيراتها السلبية على الأطفال والمراهقين. هنا في سؤال محير، يقول السؤال نعم، بسبب الكورونا أو بحجة الكورونا قسم من العوائل وصلت أو اتطلقت، حصل انفصال وطلاق، لكن يبدو للبعض أن البعض مثل الطلاق حتى يزيد الوارد مع العائلة، فما هو تعليقك؟ دكتور أنت جاوبت على جانب من السؤال الذي يخص النتائج، لكن أنا راح أجاوب على النصف الآخر وهو المهم الذي يخص الأسباب الحقيقة. يعني هذا الرجل والمرأة اللي اتطلقوا فعلا وكان بيناتهم مشاكل حقيقية، كورونا ما قال لهم تعالوا اتطلقوا، وإنما هم يعني كورونا كان كالزينات، قدحت زينات حتى تثور الطلقة أو يثور الطلاق بيناتهم، مجرد قدحت زينات. يعني الأب والأم ذولا من نجي نحلل تاريخهم إذا كان طلاقهم حقيقي مو مصطنع مثل ما تفضلت على النتائج وعلى حتى يزيدون البيمنت مثلا أو شيء من هالقبيل، لا، فمعناته أكو سوابق، أكو تراكمات، أكو عوامل قديمة الآن شافت لها فرصة، حتى كانت الكورونا كعامل مساعد أو عامل مهيج لحصول هذا الطلاق. وكل حالة هنا كل حالة أقول تقاس بخصوصيتها، لأن أكو مرات إحنا يعني ننطي إجابة عامة، ولكن من أشوف حالة أمامي وأدرس حيثياتها لا، هناك قد تكون يعني خصوصيات وأسباب أخرى قد لا نعرفها، يعني لم تذكر في العمومية. في نصائح، هل بالإمكان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي لدعمهم، لدعم العائلة، لدعم المجتمع وبعث الأمل والفرح، لا لتغذية القلق وتضارب المعلومات والشائعات حول الفيروس؟ أنا تذكر ذكرت الحقيقة في موضوع الإعلام، هناك غرضية، هناك قصدية، هناك أهداف مضمرة في وسائل الإعلام أو في طروحات وسائل الإعلام. الحقيقة ممكن برامج كثيرة، ممكن خاصة الدولة، ممكن وحتى جمعيات أو منظمات مثل يعني مركز موارد المهاجرين، ممكن تمثيليات، مسرحيات، ممكن قصص تطرح عن الحياة العائلية وعن كيف تحل المشاكل في العائلة وكيف تكتشف من يتدخل يفسد الحياة العائلية.
كثير موضوعات أكو ممكن الحقيقة أن تطرح ضمن، واليوم موجود اليوتيوب ومنتشرة وسائل الإعلام هذه كلها، ممكن أن تطرح هذه الأشياء كتثقيف للناس، مو بس نطرح مثل بقية الأفلام تزوج ويريد يتزوج مرة أخرى وصارت مشاكل وانتهت. لا، يفترض أن دائما في نهاية النفق المظلم نجد الضوء ونطرح الحلول، مثل ما أنا في محاضرتي حقيقة كنت دائما أحاول في نهاية كل فقرة أن أطرح حل، قد يكون هذا يعني حل جزئي أو حل بسيط، ولكن دائما أكو حلول في نهاية النفق وأكو نور في نهاية النفق. هذه البرامج، هذه المنظمات ممكن أن تخطط لهذه البرامج، لأن مثل ما ذكرت العائلة المفككة يعني مجتمع مفكك، يعني مجتمع، لأن العائلة هي أساس بناء المجتمع، وبالتالي يجب أن يهتم، يعني خاصة المنظمات اللي تهتم بالعائلة والأسرة وتربية الأطفال. أعتقد هذا موضوع يتم موضوع الساعة، خاصة أن الأب والأم يغيبان عن أولادهما فترة طويلة، وهذه الحقيقة يعني هذا الطفل الصغير خلال السنتين الأوليتين يمتص ويتعلم الكثير من الآباء والأبناء. ولو أتكلم عن التربية بالسنتين الأوليتين ما راح أنتهي، ولهذا هالسنتين الطفل محروم من الأب، من صورة الأب ومن صورة الأم في البيت، خاصة إذا اثنينهم يعملون ويلقى في التشايلد كير، وبالتالي التشايلد كير يعني لن تكون بمستوى الأم التي تشعر أن هذا الطفل قطعة من كبدها، هذا الطفل قطعة من جسمها، وبالتالي حينما تحضنه وتقبله هذا ينعش ويزدهر الطفل نفسيا واجتماعيا وحتى صحيا. فحينما يحرم من هذا العطف والحنان، أنا أعتقد يعني هذه أيضا مسألة فيها نظر يجب أن نقف عدها في علاقاتنا وفي معالجتنا لهذا الموضوع. طبعا هناك أحد الأشخاص ينصح الناس، وتصور هاي نصيحة صحيحة، أنه مرة باليوم فقط اسمع الأخبار ومن المصادر الحكومية حتى لا تتشوش. صدقني وهو الصحيح، أنا أتفق مع هذه النصيحة، يعني لأن أنت من تفتر على هذا التناقض مثل سميتونه، التناقض في الأخبار والتناقض في الطروحات، يعني هذه تقلق الإنسان دوامة، تخليك تدوخ، وبعدين تشعر أكو شيء غامض، وطبعا الغموض يزيد القلق بينما الوضوح يقلل القلق. خلص أكو قناة رسمية موثوق منها تعطي بيانات رسمية تعطي نتائج، يعني البارحة في أحد أرجو أن ما أكون يعني أعلم، في أحد الولايات الأمريكية هوسات وهورنات وملايين اللقاحات يوزعون مجانا إلى آخره، ملايين يعني أشياء طرحتها بعض يعني اليوتيوبات طلعت وبعض الإذاعات إلى آخره. فلا، إحنا عندنا إذاعة رسمية وعندنا موثوقية، عندنا موثوقية مصداقية هذه الإذاعة، خلص أنا أتابع هذه الأخبار وهي هذه كافي، يمكن على الأقل أنا أحمي نفسي من هالتناقضات ومن هالمهددات من التناقضات والقلق. عندنا بعد أسئلة دكتور، راح نتعبك. أبدا أنا حاضر. طبعا البعض اللي يكتبوا يشكروا كبداية، يشكروا الكل التنظيم. السؤال هو، جنابك تحدث عن التصرفات الفردية للناس خلال الفترة الأولى من الأزمة، هل هناك تفسير نفسي أو علمي حول تهافت الناس بالتحديد على ورق التواليت؟ لربما أيضا الإعلام الحقيقة كان له دور، ولربما يعني بعض الشركات أغراضها تجارية تزد لها إشاعة رمر، وهذه الإشاعة تكون بها شيء من الغموض، ومثل ما نعرف الإشاعة في وقت الأزمة تنتشر انتشار النار في الهشيم، وبهذا من شافوا الناس تشتري الناس كلها أقبلت، بعد 3 أسابيع الأسواق والمولات متروسة، يعني المواد الغذائية والمعقمات والمنظفات وغيرها، وبالتالي يعني الناس يعني تراجعت عن هذا، حتى اللي خزنته بالبيت يمكن تندمت عليه، شكر وما شكر ودهن وهالأشياء هذه. فهذا حقيقة يعبر عن يعني الإنسان عنده أنانية شوية، عنده فردية، وهذه تطفح
في وقت الضيق في وقت الأزمات. يعني وأتمنى ما تكون في كل المدن، أعتقد في بعض المدن ما صار هذا الشيء، وبعض الناس ما اهتم، كان يأخذ مسواق اليومي ويقول أنه هذه يعني ما فد شيء، ضروري أن أعبي وأجمع وأخزن في البيت. ما تتصور أنه الدول العربية مثل العراق، سوريا، لبنان صار عندهم أزمات كبيرة، فالتخزين هو كان ضروري حتى يحصلوا المواد. يعني أتذكر إحنا بالحصار من يجي الدجاج إحنا نلزم سرعة عليه ساعة ونص، نعم. يمكن بعد شهرين ماكو، فنخزن كل واحد من عندنا عنده فريزرات اثنين. وتصور بسوريا مع المشاكل عندهم، بلبنان بالحرب الأهلية. نعم، هذا الكلام اللي تفضلت به يختلف من دولة منظمة بها مؤسسات، ها؟ نعم. بها ضوابط، بها انسيابية بالعملية التجارية والاقتصادية، عن بلد يعني به فوضى مثلا، أو ما بها الانسيابية وما بها النظم التجارية والنظم الاقتصادية الدقيقة. فأعتقد راحت زعلتي أسبوعين وانتهت يعني هنا عندنا. سؤال من إحدى الأخوات تقول: عندي جروب من المهاجرين العرب حديثي الهجرة وأتواصل معهم عبر الزوم، ماذا تنصحني حتى أخفف عنهم معاناتهم السابقة والحالية؟ حقيقة دائما احنا في مثل هذا الموضوع نريد نعرف ما هي حاجاتهم الحقيقية. يعني ألتقي بهم أو عن طريق الزوم، شي تريد، فتشوف يمكن يكون مشكلتي اللغة، يمكن واحد آخر يقول مشكلتي مراجعة الدوائر، مشكلتي الميديكير، مشكلتي السنترلين، مشكلتي أن أتكيف مع الحياة، لحد الآن لم أصل إلى حالة تكيف. فإذا نجمع هذه الحاجات ونرجع نطرحها عليهم في لقاءات أو عن طريق الزوم، وبالتالي لأن ما يصير إحنا نفرض شيء على مجموعة من عندنا، لا، نأخذ من عندهم الحاجات ونرجع نعكس الحلول لهذه الحاجات والإشباع لهذه الحاجات، نفسية كانت، اجتماعية، اقتصادية، يعني حاجات عمل، بطالة إلى آخره، كلها نحاول أن، بس بعد معرفة، وهذا هو العمل العلمي الحقيقة، بعد معرفة النيدز الحاجات نرجع احنا نعطي لهم الحلول، وكان تكون محاضرة أو سفرة أو برامج لغوية، برامج عمل، برامج تدبير منزلي إلى آخره. يقال وآخرها مسكم. السؤال اللي أتصور مهم جدا: ما هو الأثر المتوقع لفيروس، أثر فيروس كورونا على السلوك الاجتماعي للمجتمع الناطق بالعربية على المدى الطويل، وما توقع للي راح يحصل اجتماعيا؟ يعني ما عندنا تعرف يعني دراسات إسقاطية في هذا الجانب. حروب كبيرة حدثت ودرست نتائجها. يعني أتوقع أنا، وليست نتيجة علمية لكن رأيي الشخصي وتحليلي الشخصي، أتوقع القضية إن شاء الله مطول، يعني حسب ما نسمع من الأخبار. وبالتالي مثل ما زال السلوك المرتبط بالتخزين وشراء المواد من السوق، لأن السوق استعدل، حينما تستعدل صحة الإنسان ويتم التوصل إلى اللقاح، أعتقد الإنسان يعني ما بعد يتأثر، إلا هذه العادات الصحية قد تبقى باقية عند الإنسان. يعني عادة التعقيم هذه جميلة الحقيقة، عادات النظافة، عادات تعقيم البيت مثلا، الملابس، هذا فشيء جيد. في حالة الإنفلونزا مثل ما جبت مثل، يعني الإنسان مثل ما يقول يحجر نفسه هو مبلا ما واحد، حتى لا ينقل المرض إلى الآخرين. أعتقد هذه اللي راح تبقى، ولا ما الآثار قوية؟ لا، لأن هي فترة قصيرة، وبعدين يعني المواطن في هذه البلدان أعتقد عنده ثقة بالمؤسسات والأنظمة اللي تقود هذا البلد، يعني هي مؤسسات حريصة رصينة، وبالتالي الإنسان يعني تتشكل عنده ثقة بسبب هذا النظام المتماسك القوي اللي شوف حتى هذه الدفعات البيمنتس مثل ما أشرت إلى كانت مباشرة وفورية،
يعني خلال أسبوع الناس بدأت تستلم مثلا هذه الدفعات، وهذا يعني دليل أنه دولة بها نظام، بها رصانة، بها مؤسسة حتى تواجه حاجات المواطنين الملحة. نادي عندك شيء معين قبل ما أختم؟ ما شاء الله الدكتور ما خلى شيء. بس أنا شايفة أنه أكيد حيكون عندنا مقابلات تانيين للحديث أكثر عن التعامل مع المراهقين ومع الأطفال، فأكيد أنه حتكون ندوة بيستفادوا منها المستمعين. أنا حابة أشكرك دكتور كتير ودكتور برنوطي كمان، بس حابة أنك آخر شيء بس شو هي نصيحتك للعائلة، يعني للزوج مع زوجته والزوجة مع الزوج، شو نصيحتك لإلهم بعد هذا الفيروس؟ يعني شو بتنصحهم وشو بتنصحهم كمان للتعامل مع أولادهم كيف ما كانت أعمارهم؟ يعني خلي أقول إن شاء الله تعبر هذه الغمامة، وعبور هذه الغمامة فرصة للزوج والزوجة أن يعيدوا النظر بعلاقاتهم السابقة. خلي يقولون لأنفسهم عبرنا جسر الموت إلى الحياة. نعم يعني هذه فترة كورونا، اسمحي لي أقول، كانت كجسر للموت الحقيقة. فالحمد لله من تختفي هذه الأزمة وعبرنا نعبر إن شاء الله بسلام للكل، كأنما عبرنا جسر الموت إلى الحياة. إذا خلينا نعيد النظر، الحياة ما تسوى شيء مثل ما قلت. شوفوا شلون تهدد القوي والضعيف والغني والفقير، ها؟ وهذا الإنسان اللي يتجبر ويصرخ على أولاده وعلى زوجته، شوفي هذا الإنسان إيش قد ضعيف، راح اختبى بالبيت. إذن إحنا ما عدنا إلا، ما تخدمنا إلا العلاقات الاجتماعية، إلا العلاقات العائلية. والحقيقة العائلة من تعصريها ست نادية ليست سوى عصارة علاقات. هذه العلاقات هي اللي تشكل لحمة وسدى وبناء هذه المؤسسة الصغيرة اللي سميتها وهي العائلة. أما الأولاد الحقيقة خلي الآباء والأمهات يقتربون من الأبناء، لا يبتعدون عنهم حتى لو يصلون مرحلة المراهقة. ذكر خوش عبارة، انكبر ابنك خاويه، يعني ابني المراهق وطلعه ألعب بالبارك مثلا شوية، أقترب منه. ولهذا تشوفين أكو نفور بين الآباء والأبناء، لأن إحنا نحاول أن نوسع هذه الفجوة، هذه المسافة، هذا الجاب، نحاول أن نوسعه، لأن إحنا كآباء، وهذه تحتاج، اسمعوني زين، إلى شيء نسمينه الأبوة والأمومة. وأتصور ما كل أب وأم يحملون هذه الحميمية، هذه الأبوة وهذه الأمومة، حتى يعني فعلا يكونون آباء وأمهات حقيقيين. ما الكل، ربما قلة، هذه ممكن أيضا الحديث عنها بإسهاب إذا صارت لنا فرصة والتقينا وعبرنا جسر الموت، جسر كورونا، إلى الحياة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا دكتور يوسف على هذه الندوة أو هذه النصائح القيمة. وبالحقيقة أنا أريد أشكر مرة ثانية مركز موارد المهاجرين نادية وأستاذ كمال واسمها راشل. على ذكر ريتشل دكتور رمزي، ريتشل عم تحط لي سؤال بالعربي، ما هي إيجابيات حصار الكورونا عائليا؟ شكلها تجمد. أنا ذكرت الحقيقة يا أكيد معظمها الإيجابيات الحقيقة في المجال العائلي، في حضن العائلي. يا هذا سؤال كان من الفيسبوك. بس أنا أعتذر ست نادية، لو كنا، شوف هذه التكنولوجيا هم حرمتنا من فتشي، حرمتنا من فيس تو فيس. أنا لو أواجه الناس في قاعة وأحكي معاهم وعيوني تضرب عيونهم، صدقيني التأثير يكون أكثر بكثير الحقيقة. شو رأيك دكتور رمزي، حنعمل محاضرة بعد الكورونا؟ إن شاء الله. دكتور يوسف حدث مرتين في الندوات الصحية مالنا، مرة ندوة الصحة الجنسية، والثانية ندوة الإدمان على التدخين واستخدام الأدوية. دكتور يوسف نبلغه مثلا يحكي 20 دقيقة، بس من يبدي يتحدث يصير 30 و35 و40. أنا أطلع على الناس، لا يمكن أو أوقفه، والناس متهيئة وتريد تسمع أكثر.
فأتجاوز هو الهدف النصائح، فالوقت ما مهم. وهكذا عندنا بعض الشخصيات اللي يعني تحدثوا في ندواتنا لا يمكن أن أوقفه حتى رغم أنه تجاوز الوقت، لأنه الناس متعطشة. دكتور يوسف أبدع ويبدع دائما، وفعلا من يكون أمام الجماهير يعني من يتحدث عن الصحة الجنسية وهو موضوع شوية دقيق وحساس بالنسبة حكاها بجدية وبشكل الكل، النساء والرجال تشعرين الأسئلة مالهم كانت مهمة وجدية وموضوع علمي صرف. عن جد احنا كتير فخورين بالجالية العربية وبالجالية العراقية بصفة خاصة، يعني عن جد يعني الدكاترة ما شاء الله عليهم، يعني عندهم اشياء يعني من الموارد اللي عم تنفع اكيد الجالية العربية. وانا حب اتشكركم كلكم، واتشكر كمان دكتور يوسف على وقتك وعلى هالمحاضرة الرائعة، وكمان اكيد انه حيكون في عندنا محاضرة تانية ان شاء الله بيكون فيس تو فيس، اذا ما فيس تو فيس على هذه الظروف بنستمر بالاونلاين. بدك تختم بشيء دكتور رمزي او دكتور يوسف؟ أنا بالحقيقة من هون وهذه الندوة أنا أريد أحيي الأطقم الطبية والصحية والخدمية وأجهزة الدولة هون وفي العالم كله، وفعلا من الآن بعض المؤسسات تسميها الجيش الأبيض، الذين تبينت يعني حاجة المجتمع لهم الآن في هذا المرض. يعني بس أحييهم، ما عندي غير شيء. أشكر دكتور يوسف، أشكركم كمؤسسة، وأشكر كل السامعين اللي هم شاركونا، ونتأمل أن نقدم خدمات. وطبعا كأي خدمة فيها المنتقد وفيها المؤيد، ونحن نتقبل الاثنين، ما عندنا شيء، لأنه هو هذا واجبنا أن نتقبل. لهذا بليز للمستمعين ما تبخلوا علينا بترك أراءكم والفيدباك تقييمكم للندوة من خلال الرابط اللي حيوصلكم بعد ما نسكر هلا هالندوة. شكرا جزيلا. شكرا دكتور يوسف، بتحب تقول أي كلمة قبل ما نقفل؟ حقيقة أنا يهمني ما وجدت خاصة بالأسابيع الماضية من التزام الناس بالبقاء بالبيت، ولهذا كانت نيو ساوث ويلز من يعني الولايات المحظوظة بصراحة، لأن يعني نصيبها من الإصابات كان قليل بسبب التزام الناس. مثل ما قلت هذا معناته كانوا متعاونين مع الدولة ومع النظام، وهذا يدل على يعني وعي الناس لهذا المرض. وأمنيتي الأخيرة أن نعبر جسر كورونا، جسر الموت، إلى الحياة جميعا، وإن شاء الله قريبة هي قريبا انتهاء ان شاء الله. في عندي بعض المستمعين اللي حابين يستضيفوا الدكتور يوسف بعد ما نخلص من زمن الكورونا عندهم ليعملوا المحاضره، فاكيد انا بعد اذن دكتور يوسف حبعث لكم الديتيلز تبعه او الدكتور رمزي. في عندي تحيه من كمال دبوسي اللي هو مدير المركز، بيحب انه يحيي الدكتور يوسف والدكتور رمزي والكل المستمعين، ورايتشل كمان بتحيي الكل. شكرا للمستمعين، وان شاء الله بلاقيكم بمنتدى تاني بيكون كمان فائدة أكتر وأكتر، وموضوع بيهم أكتر وأكتر. فشكرا لكم جميعا، ومع السلامة.